إذا ذكر الزلزال عادة ما يذكر الناس الدمارة والخرابة الذي يصيب البشر والحجر. هل هناك يا دكتور أكرم بعد حضرتك التعريف الجميل اللي وضحته، هل هناك جانب مشرق لهذه الأحداث الكونية؟ طبعا. أنت الآن دلوقتي لسه أستاذ وجدي حضرتك بتقول لي هذا الطفل، ولسه بتتكلم أيضا عن الإخوة والأخوات اللي هم تحركوا وهرعوا إلى الضحايا سواء في سوريا أو في داخل تركيا. أليس هذا يعني جانب مشرق؟ أليس كم الدعوات التي خرج من الناس في شرق وفي غرب للأموات للشهداء للضحايا للمساكين، أليس هذا جو مشرق؟ تخيل الآن دلوقتي، دعنا نقول الزلزال حدث بالضبط يوم الاثنين قبل الماضي، يعني بنتكلم بأن حوالي 8 أيام أو اليوم التاسع، تعال نحسبها بالراحة، هل لم يمت أحد من الاثنين قبل الماضي إلى يوم الثلاثاء الآن؟ مات كثير من الناس. هل هؤلاء الذين ماتوا في غير هذا الزلزال أخذوا من الدعوات والصلوات والاستغفار ما أخذوه هؤلاء الناس؟ والله العظيم أنت رجل جميل، والله أنت دورت على حتة جانب يعني صحيح. يعني 9 أيام هو يا جماعة، هل في ال9 أيام دول ما ماتش حد بره الزلزال؟ سبحان الله، عشان تعرفوا بس ان في ناس بيبقوا ليهم كرامات. والله انا ضحكت غصب عني، لان حسيت بانتصار رهيب جدا لهؤلاء من اختصهم الله تبارك وتعالى، ان هو يعني ماتوا في هذا الزلزال. يعني دي نعمه ومنه من الله تبارك وتعالى. اسف يا دكتور اكرم، كمل لو سمحت. نعم، فأنا أقول لحضرتك إني إحنا عندنا الحكمة التي تقول من لم يمت بالسيف مات بغيره. من لم يمت بالزلزال هيموت في حادثة أتوبيس، هيموت في حادثة سيارة، هيموت غريق في بحر، هيموت متجمد وهو بيحاول يطفش من بلده، هيموت في سجن، هيموت في معتقل، هيموت في حادثة طريق، هيموت في مستشفى، هيموت وهو قاعد بيضحك وبيلعب، بعضهم مات في بار، بعضهم مات وهو في ساحة اللعب كما يقال. لكن من يتذكر هؤلاء؟ أنت الآن بتتكلم على بوصل العدد قريب من 30,000. نعم 30,000، لكن وبكل صراحة أنا بكلم حضرتك الآن، من ساعة ما بدأنا مات عشرات من الناس. صحيح. هناك من يولد. صحيح. كل لحظة يموت فيها ناس، وكل لحظة يولد فيها ناس. هؤلاء ال30,000 اللي ماتوا لحد الآن، هذه والله أكثر يا دكتور أكرم، أكثر من 30,000، وأكثر من 5-6,000 في شمال سوريا. والله يعني واصلين لغاية 40,000 دلوقتي. هب إن هم 40,000، هب إن هم 100,000. كل واحد من هؤلاء قدر الله عز وجل له ساعة، وكتب الله جل وعلا له أجلا، وله في الحياة رزق معلوم، وله في الدنيا أجل محدود، ولن تموت نفس حتى تستوفي أجلها ورزقها. دي قضية منتهية. فلكن إن ربنا يختار الواحد إن هو يموت بهذه الصورة، دي قضية تانية. الأمر الآخر من يعني الوجه المشرق في هذا، إن الآن الناس تعود إلى الله جل وعلا. هو أنا وإنت عاملين بندعو لإخواننا وأخواتنا من هؤلاء الضحايا، أليس نحن نأخذ ثوابا؟ يبقى الثواب لهؤلاء الذين ماتوا، أو لهؤلاء الذين أصيبوا، أو لهؤلاء الذين دمر بيوتهم. لكن أنا نفسي، أنا وإنت أكرم وجدي الآن، ما بيرفع وكف الضراعة، ألن يكافئنا الله جل وعلا على هذا الدعاء؟ ألن يكافئنا الله جل وعلا على هذا الهم؟ الناس الآن التي تصدقت وأخرجت وأنفقت وزكت وضحت، أليس هذا جو مشرق؟ وجه مشرق؟ أليس هذا ظهور للجانب الإنساني؟ أنا أقول مات من مات وقد ذهب إلى رب اسمه الرحيم، اسمه الودود، اسمه التواب، اسمه اللطيف. وأما من بقي فالله جل وعلا ادخر أجرا لمن بقي، وجعل أجرا عظيما لمن ذهب. فده جانب مشرق وهذا جانب عظيم. أضف إلى ذلك باب من الجوانب المشرقة هنا، هي قضية الناس بتتعامل الإنسان، يعني لابد أن يقف الإنسان عاجزا أمام أحداث الله الكونية، أحداث الله الكونية التي ينبغي أن الناس تدرك أن الإنسان وما أوتيت من العلم إلا قليلا. اسمع إلى قول الله جل وعلا وهو يقول في سورة الرحمن: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. السلطان، بعض العلماء قالوا ده سلطان العلم. يعني تخيل الإنسان الذي طار في الهواء وسبح في الماء، افعل ما تشاء،
لكنك في النهاية أنت تسير في فلك الله وفي كون الله وفي ملكوت الله بقدر الله بإرادة الله بمشيئة الله وفق ما خطط الله جل وعلا. إذا هنا هذا الجانب يعيد الإنسان إلى طبيعته، طبيعته أنه وما أوتيتم من العلم إلا قليل. ولذلك أنا أقول لحضرتك ليس هناك من دولة في العالم إلا وفيها زلازل وبراكين، وهذه الزلازل والبراكين تحدث ولا يستطيع الناس. اليابان برغم ما أوتيت من يعني تقدم في التكنولوجيا لا تستطيع أن توقف هذه الزلازل والبراكين. الصين لا تستطيع أن توقف هذه الزلازل والبراكين. أيضا عندك أمريكا لا تستطيع ولا روسيا أن توقف هذه الزلازل والبراكين. هنا إظهار قدرة الله جل وعلا وعظمة الله جل وعلا وأنه على كل شيء قدير.